السواك إن استعمله الإنسان بقصد متابعة الرسول بنية السنة، صلاة ركعتين بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك، حركة خفيفة ليس فيها مشقة ولا تعب. لكن نحن الآن لو كل الذين في القاعة، ها كم واحد معهم سواك؟ شيء مؤسف. كم واحد من الرجال يلبسون القلنسوة؟ شيء مؤسف. كم واحد من الرجال يلبسون القلنس؟ شيء مؤسف. كم واحد من الرجال يطيلون لحاهم على السنة؟ على السنة ليس للعادة والموضة، مش بشان الموضة. كثير من الملتحين اليوم ليس لهم ثواب، حتى من الملتحين. ليه؟ صاروا بيخففوها إلى حد بعيد، وأحيانا من فوق بيصير كأنهم حالقينها وبيعملوا لي السكسوك اللي قدام. هذا خلاف السنة، هذا ليس من السنة. كل موضة بتطلع بيعربشوا عليها، كل موضة بتطلع بنطوا عليها. تسري في المسلمين يعني شيء عجيب كالنار في الهشيم. يا أخي هذه الموضة لمين؟ ومن وين طلعت؟ ومين عاملها؟ ومين وراها حتى اللي عم تعملوها أنتو؟ بيطلع واحد بيوقف لي شويربو بيوقفوا شويربون، بيطلع واحد بيفسخ لي لحيته شوفتين بيفسخوا لحاهن شوفتين، بيطلع واحد بيعمل لي شعرات وليلكة بيعمل لي شعرات وليلكة، بيطلع واحد بيعمل لي شعرات ابنه موف وسكلمة بيعمل له شعر. بعد شوي صار راس الولد الصغير كأنه قد يقال دعاية ألوان. طيب من مين هذه العادات؟ هل من الأنبياء؟ لا. هل من الأولياء؟ لا. هل من الصلحاء؟ من الأخيار؟ من الأطهار؟ من العلماء؟ لا. إذن انتبهوا، الإنسان إذا اقتدى برسول الله هو الذي يربح.